مساء الخير. اسمحوا لي أشكر حازم اللي كان عم يعزف عود وهو أحد الفائزين بجائزة أبدع. هو من محافظة الزرقاء. سعادة السيد صبيح المصري المحترم رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الحميد شومان، عطوفة رئيس بلدية الزرقاء الكبرى المهندس عماد الدين المحترم، عماد المؤمني المحترم، مديرة البنك العربي السيدة رندا الصادق، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الحضور الكريم، ها نحن نصل إلى تحقق الحلم، ها نحن نضبط ساعاتنا على مواقيت الزرقاء الحبيبة، مدينة العسكر والأدباء والهامات المرفوعة للشمس. مرحبا بكم بيننا. اليوم نحن نبدأ معا الخطوة الأولى والتي لن نكتفي بها بألف ميل. ها هي مكتبة مؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية في مدينة الزرقاء، تصبح حقيقة ماثلة أمامنا وتفتح ذراعيها لأهل الزرقاء الذين سيمدون أيديهم لنا لكي نحقق الغاية التي جئنا من أجلها إلى هنا، لنسهم معا في عملية التنمية الثقافية. الحضور الكريم، إن مؤسسة عبد الحميد شومان قد ألزمت نفسها ومنذ تأسيسها في العام 1978 بالعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع المحلي لتلمس الاحتياجات الحقيقية لتلك المجتمعات، موجهة برامجها نحو الأطفال واليافعين والشباب والمرأة بهدف التمكين الثقافي والمعرفي. أعزائنا الحضور، كلمة مؤسسة عبد الحميد شومان يلقيها نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة معالي الدكتور ممدوح العبادي، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الحضور الكريم، باسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة شومان السيد صبيح المصري،
أقول لكم في هذا اليوم أهلاً وسهلاً بكم وبهذا الحضور المميز الكريم الذي يدل على أن هذه المدينة مدينة الزرقاء مدينة العمال ومدينة الجيش والعسكر، هكذا كانت تسمى هذه المدينة على مدى 50 عاماً. وأنا أقول بأن هذا الحلم قد تحقق ولم يتحقق إلا بوجودكم أنتم أهل مدينة الزرقاء ممثلة لكم ببلديتها وعلى رأسها الأخ الزميل المومني المنتخب المستحق هذا الانتخاب في هذه المناسبة، ولولاه لما كنا هنا معكم. عمل جاهداً على كل الجبهات ورغم كل العراقيل، ها نحن اليوم نصل إلى النتيجة، وخصوصاً أن مؤسسة شومان الثقافية ذراع البنك العربي الثقافي، هذه المؤسسة التي تعنى بثلاث أشياء رئيسية: أولاً الجائزة للأدباء والمثقفون العرب والمبتكرون العرب، والشيء الثاني هو المنتدى السياسي الذي يجري في كل أسبوع على مدار 40 سنة من الآن، والشيء الثالث وهو الأهم المكتبات. المكتبات في الآونة الأخيرة انطلقنا من غرب عمان إلى شرقها وعملنا مكتبة في شرق عمان، والخطوة التي تلتها قلنا حبيبة القلب الزرقاء سنعمل هذه المكتبة في مدينة الزرقاء. وأتمنى من خلال حضوركم وخصوصاً مع الإعلام الذي أشكرهم على تواجدهم بأن المؤسسات المالية بالدولة الأردنية عليها أن تحتذي كما قام البنك العربي بتبني هذه المؤسسة، لأن الثقافة هي أساس بناء المجتمع، وأننا عندنا وزارة الثقافة ميزانيتها لا تكفي بنشر الثقافة في الأردن، ويجب على المؤسسات المالية الخاصة أن تعمل في بلاد الغرب. يعمل المؤسسات المالية جامعات وأحسن الجامعات في العالم، من هنا أن البنك العربي هو المثل لهذه الخطوة، ونتمنى أن يحذو حذوه كثير من المؤسسات المالية. عندما أقول مدينة الزرقاء، واسمحوا لي أن أتكلم دقيقتين عن الإنسانيات بالنسبة لي، هذه المدينة التي عملت بها 30 عاماً أرسلتني إلى عمان نقيباً للأطباء، وأرسلتني إلى عمان وزيراً للصحة، وأرسلتني إلى عمان أميناً لعمان الكبرى. هذه المدينة كرمني الله أن أكون حياً عندما قامت أمانة عمان بعمل أول نفق في مدينة الزرقاء. كرمني الله هذا اليوم أن أكون عضواً عاملاً في مؤسسة شومان لنفتتح هذه المكتبة في مدينة الزرقاء. أقول لكم أنها من أسعد أوقاتي أن أكون مع بعض هذه الوجوه التي عشت أنا وياها أيام طويلة بالسراء والضراء. هذه الانطلاقة لا بد من العودة ثانية إلى شكر رئيس البلدية التي لم يألو جهداً بمساعدتنا، وشكراً لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً معاليك. نحن الآن في الزرقاء، وما كنا لنستطيع التواجد اليوم لولا شراكتنا الحقيقية والمثمرة مع بلدية الزرقاء، والتي سهل القائمون عليها كل الصعاب التي واجهتنا خلال 2 عامين من التحضير. نحن ممتنون للتعاون الكبير الذي أبدوه
ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد نستطيع من خلالها خدمة المجتمع المحلي بالبرامج التي نقدمها. رحبوا معي بعطوفة المهندس عماد المومني رئيس بلدية الزرقاء الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سيداتي وسادتي أهالي الزرقاء الأحبة، اليوم ها نحن نجتمع معا لنفتتح ونعلن انطلاقة أكبر صرح ثقافي في هذه المدينة، مدينة الزرقاء، درة المدن الأردنية، مدينة المواطنة الأردنية، التي خرجت إلى أرجاء الوطن والعالم كوكبة تلك كوكبة من الأدباء والشعراء والمبدعين والمناضلين الذين أضاءوا سماء عالم التقدم والحرية بأفكارهم ومبادئهم. واليوم البنك العربي ومؤسسة شومان وبحضور شخصية محببة إلى قلوبنا معالي الدكتور ممدوح العبادي أبو صالح، هذا الرجل الذي عرفناه وطنيا مخلصا منذ أن كان في هذه المدينة وقبل ذلك، وكان رئيسا للجنة الشعبية لدعم الانتفاضة، واستطاعت الزرقاء بسياج الحب الذي طوقته به أن ينطلق إلى فضاءات أردننا الحبيب الذي نحتفل اليوم بالتزامن مع افتتاح هذا الصرح الثقافي باستقلال هذا الوطن العزيز على قلوبنا. شاءت إرادة الله وحظوته أن يكون الأردن بلداً قومياً عروبياً إنسانياً ينبذ القطرية، ولذلك جاء التأسيس أصلاً من طلائع قوات الثورة العربية الكبرى التي كانت متوجهة لنصرة الثورة السورية، واختار الأردنيون أن يكون هذا الكيان وهذا الوطن وطناً قومياً عروبياً لا مكان للقطرية والهويات الفرعية في قاموسه. ولذلك حري بنا أن نكون فخورين بهذا الاستقلال، والذي تكرس أيضاً بأن كان اسم جيشنا الجيش العربي في دلالة واضحة أيضاً على هوية هذا الجيش الذي سطر البطولات المجيدة على أسوار القدس وفي كل معارك الشرف والبطولة التي خاضها دفاعاً عن ثرى فلسطين، ولذلك هو جزء أساسي من عنوان استقلالنا. ولا زالت رفاة جنود الجيش العربي وضباطه إلى غاية اليوم تدل وتؤشر على حجم التضحيات التي بذلت. إخوتي، هذا الصرح الذي قدمته مؤسسة شومان والبنك العربي هي جزء من المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية تجاه أهل هذه المدينة والتي تكرست بهذا الصرح الثقافي. شكراً مؤسسة شومان، شكراً سعادة الأخ أبو خالد صبيح المصري، شكراً معالي الدكتور، وشكراً لحضوركم
وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا عطوفتك. بنحب نرحب كمان بوجود النائب محمد ابو صعليك معنا، والدكتور ماجد الخضري رئيس مجلس المحافظة اللامركزية. شكرا لوجودكم معنا. من الزرقاء خرج يحيى النعيمي او امجد ناصر باسمه الاكثر وضوحا، ليجوب الارض ويحفر اسمه في سماء الابداع العالمي متجاوزا الجغرافيا جميعا. ومنها خرجت هند أبو الشعر لتحفر في التاريخ وتنبش في معالمه، باحثة عن أصل الحكاية في كل ما يروى. ومنها خرج حبيب الزيودي وفخر قعوار، سميح القاسم، شهلة الكيالي، بدر عبد الحق، يوسف ضمرة، وبس منصور، وآخرون لا يمكن الإحاطة بعددهم في مدينة الأدباء. ظلوا صامدين لكي يحرسوا إرثها الطويل. نيابة عن أهلنا في الزرقاء، فليتفضل الأديب محمد المشايخ بإلقاء كلمته. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الحضور الكرام، أسعد الله مساءكم. يتوجه المجتمع المحلي في محافظة الزرقاء بجزيل الشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى البنك العربي باعتباره أول مؤسسة مصرفية عربية من القطاع الخاص ينشئ صرحاً ثقافياً تنويرياً شامخاً في عمان، هي مؤسسة عبد الحميد شومان ومكتبتها الزاهرة، ثم يفتتح للمكتبة فروعاً في المحافظات مبتدئاً في الذكرى 76 لاستقلال المملكة، وفي مطلع 200 من عمر الدولة بافتتاح فرع مكتبتها في محافظة الزرقاء. الزرقاء درة التاج الهاشمي ومدينة الجند والعسكر وعاصمة الأردن الاقتصادية ومدينة الوحدة الوطنية، والتي تفخر في هذا المساء بحضور ممثلي هيئاتها الثقافية ونخبة مبدعيها وأدبائها وكتابها الذين يحتفلون هذا العام برصيف مدينة الثقافة الأردنية. يشكر المجتمع المحلي في محافظة الزرقاء الأستاذة فالنتينا قسيسية مديرة مؤسسة عبد الحميد شومان، والأستاذ غالب مسعود مدير المكتبة، وكل العاملين في هذه القلعة الثقافية الشامخة التي لا تألو جهداً في تطوير نفسها وتلبية متطلبات مجتمعها ووطنها وتأجيج حراكه الثقافي، دون أن ينسى هذا المجتمع توجيه الشكر إلى البنك العربي الذي قدر مبكراً أهمية الكتاب في إنتاج المعرفة، لا بوصفه خير جليس فحسب، بل بوصفه المصدر والمنبع لإنتاج المعرفة وإنمائها. تتطلع محافظة الزرقاء التي يقترب عدد سكانها من 2 مليون نسمة، والتي رفدت المملكة بحوالي 90% من مبدعيها كما تفضل عطوفة رئيس البلدية الأستاذ عماد المؤمني، تتطلع إلى أن يزيد فرع مكتبة مؤسسة عبد الحميد شومان الوعي والنضج الثقافي والمعرفي والحضاري بين سكانها من كل الأعمار ومن الجنسين وبين طلبتها في مختلف المراحل الدراسية. لمكتبة شومان حضور وبصمة في مجتمعنا، ولطالما انتهجت سياسة الانفتاح والتشاركية مع المجتمع المحلي، واستكمالاً لدورها وحضورها البهيج وسخائها وكرمها وجودها، نتمنى عليها احتضان مؤلفات أدباء الزرقاء وكتابها وإقامة احتفالات لتكريمهم ولتوقيع كتبهم وإمسويات وندوات توصل رسالتهم الأدبية إلى جمهورهم في المحافظة، ومكافأة مستعيري كتبها ومطالعي مقتنيات مكتبتها بما يتوافر لديها من إصدارات مجانية. وفي يوم حفل افتتاح فرع مكتبة شومان في الزرقاء أقول من كم ليلة ومن كم يوم وإحنا بنستنى بهاليوم. شكرا جزيلا. شكرا.
أعزائنا الحضور، تبقى الزرقاء ولادة بالإبداع. معنا الآن شخصية دخلت بيوتنا جميعاً وفرضت حضورها علينا منذ منتصف سبعينات القرن الماضي. هو ممثل وكاتب وباحث من الزرقاء، له مئات الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية، ممثلاً وكاتباً ومقدماً. نتذكره في شمس الأغوار، هبوب الريح، وجه الزمان، الأنباط، عبد الملك بن مروان وغيرها الكثير الذي لا نستطيع حصره. رحبوا معي بالفنان محمد الزيودي. محمود الزيودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي الحضور، مع حفظ الألقاب، عبد الحميد شومان أديب وفنان وصحفي قبل أن يصبح اقتصاديا مؤسسا لواحد من أقوى البنوك العربية والعالمية في مدينة ديترويت بالولايات المتحدة. أصدر مع الطفيلي محمد بطاح المحيسن جريدة عربية اسمها الدبور، وقدم الثنائي المقدسي والطفيلي مسرحية الذئب الأغبر لجمهور ديترويت من العرب. خلال غربته في مطلع القرن العشرين اكتشف أن الاقتصاد هو محرك السياسة والأدب والفن. حينما أسس البنك العربي في القدس عام 1930 لم يكن بعيدا عن النضال الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني والاستيطان الصهيوني. قادته مواقفه إلى معتقل سرفند عام 1936 وإلى معتقل المزرعة عام 1938. حينما افتتح فرعه في عمان ساهم في إدخال أول محراث ميكانيكي تراكتور إلى شرق الأردن. كان مثقال الفائز قد استصلح أراضي كثيرة في أم العمد والنعاجية والجيزة. أراد شراء التراكتور من الشام بقرض بلا فوائد، لأن الشيخ البدوي لا يقترب من الفائدة التي يعتبرها ربا. اقترح عبد الحميد شومان حلاً أصبح فيما بعد سابقة في البنوك العربية. قال لمثقال الفائز: أنا تاجر وسأشتري تراكتور من الشام وأبيعه لك بربح وعلى أقساط، اذهب إلى المفتي واستفتي. قال المفتي للشيخ: أحل الله البيع وحرم الربا. وهكذا دخل أول تراكتور إلى الأردن وأخذ مكان 20 حراثاً من حراثين مثقال الفائز. نشكر مؤسسة عبد الحميد شومان على مد ذراعها الثقافي إلى مدينة الزرقاء، التي كما ذكر من سبقوني أنجبت عشرات المبدعين في الفنون والآداب في المملكة. ونتمنى عليها أن تعيد طبع مذكرات عبد الحميد شومان التي اختفت من الأسواق قبل أكثر من نصف قرن، ففيها توثيق للحركة الأدبية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للوطن العربي في أكثر من قرن من الزمن. نعتبر فرع مؤسسة شومان في الزرقاء مع المكتبة نادياً ثقافياً يجمعنا كل حين. ولو كانت الأمانة تصح لتمنيت أن أعيش حتى أشارك بافتتاح فرع مؤسسة شومان في قرية غريسة. شكرا لكم. شكرا.
أعزائنا الحضور، كما قلنا لقد كان لبلدية الزرقاء الكبرى دور مهم جداً في تحقيق وصولنا إلى مدينة الزرقاء، وهي التي سهلت لنا كل الصعاب وجعلتنا نتخطى التحديات التي واجهت فترة التحضير. اسمحوا لنا في مؤسسة عبد الحميد شومان بتكريم عطوفة المهندس عماد المومني رئيس بلدية الزرقاء الكبرى على جهوده الكبيرة في جعل هذا الحلم ممكناً، ليتفضل سعادة السيد صبيح المصري لتسليمه. الحضور الكريم، شكراً جزيلاً لكم ولكافة النواب الحاضرين، أهلنا وعزوتنا في الزرقاء، إذاناً بالافتتاح الرسمي لمكتبة عبد الحميد شومان في الزرقاء، فليتفضل سعادة السيد صبيح المصري المحترم رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبد الحميد شومان عطوفة رئيس بلدية الزرقاء الكبرى ومعالي الدكتور ممدوح العبادي. دخول على دفعات والله. لو سمحتوا الدخول على دفعات راح يكون عشان السعة الداخلية بعد إذنكم. الدخول على دفعات، معلش مش راح يوسع جوا كل الموجودين. بعد إذنك. Thank you.